يعني كما تابعنا جميعا يعني الانتصار اليوم اللي جاء على فريق الدفاع الحسن الجديدي، يعني كان شحنه، كان دافع كبير، لا على مستوى اللاعبين، على مستوى اللجنه، على مستوى الجمهور. هذا ما نطمح اليه يعني المقابله المقبله. وكما شفنا جميع ان المجموعه ديال الغيورين بشكل اللجنه اللي تخذت على العاتق ديالها مسؤوليه تسير يعني شؤون فريق اتحاد طنجه في هذه الظرفيه كانت جد 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 صعبه، ويعني كانت مغامره يعني كما كيعرف الجميع لسوء النتائج، اشياء كثيره من مخالفات يعني السياسه القديمه، وهي حقيقه يعني كما تابع الجميع. يعني كنتمنوا ان فريق اتحاد طنجه الفريق العريق الذي يستحق ما هو يعني الافضل في هذه المدينه هذه يستمر على هذه النهج هذا ويحقق حلم يعني الجمهور ديالو للمدينه ديالو انه يظل في وضعه الطبيعي يعني في القسم الممتاز. كذلك اللجنه مشكوره على الدعم ديالها يعني على قدم وساق، اجتماعات يعني حضور التدريب، هذا ما يجعلنا نتفائل خيرا ضمن هذه المجموعه هذه اللي كنتمناو انها تستمر. وزيد على ذلك التواصل اللي ولا جديد يعني عبر الصفحه الرسميه للفريق مع جماهير اتحاد طنجه اللي ما كناش كنشوفوه شحال هذه، بغيناه يبقى دائما ودائما كنتمناو الافضل للفريق ديالنا. بخصوص الوضعيه ديال فريق اتحاد طنجه واللجنه المؤقته من بعد ما استقال المكتب المسير السابق استقاله جماعيه، من بعد ايضا مر داخل الضغوطات ديال الجمهور جات اللجنه التقنيه، اللجنه الجديده اللي كيترأسها محمد احكان، صراحه كنشجعوها على هذا القرار. علاش؟ لانها دخلت على واحد الفريق اللي مهزوز نفسيا ماديا سيريا، والحمد لله اولى البوادر هي اللي كانت اليوم بانتصار كبير على الدفاع الحسني الجديدي بنتيجه عريضه، ولو ان حديث وحديث كاين على حسب التعامل مع المباراه ايضا خصوصا المنطقه الدفاعيه ديال الفريق والخلل الدفاعي اللي كيكون في كل مباراه كيكلفنا الخساره ديال المباريات العديد من الاحيان. كنستبشروا خير مع هذه اللجنه التقنيه ايضا مع الاطار الوطني والطنجاوي اركيك، وان شاء الله نتمنوا مستقبلا ان فريق اتحاد طنجه يضمن البقاء ديالو، لاننا الان كاملين في سفينه واحده، لا جمهور لا صحافه لا مكتب لا لجنه مؤقته لا اطار تقني، كاملين في سفينه واحده. خصنا ندعموا بعضياتنا باش ان شاء الله نرسيو الامور ديالنا ونخليو اتحاد في القسم الاول تحسن النتائج، من بعد ان شاء الله يا ربي ديك الساعه تكون النتائج او لا الاستفسارات والانتقادات يكونوا في فتره ديال الصيف، فتره ديال الانتقالات من يجي رئيس جديد يجي مدرب جديد، ديك الساعه نتحدثوا على الامور السابقه والامور الحاليه، لاننا دابا خصنا كاملين ندعموا بعضياتنا وندعموا الفريق باش يبقى ان شاء الله قسم ممتاز. اعتقد ان قدوم هذه اللجنه المؤقته الجديده اللي تسير وتدبير اتحاد طنجه في المرحله المقبله، الجماهير ديال الفريق ربما كترقب تفك هذه الازمه، وبالتالي كنشوفوا ان الانتصار ديال اليوم ربما غادي يكون كدافع دافع معنوي للاعبين مكونات الفريق، خصوصا ان بقات مباراه واحده قبل ما توقف البطوله للمده ديال تقريبا واحد شهر. لجنه تصريف الاعمال يعني منذ القدوم ديالها استطاعت في واحد الفتره وجيزه انها تغلب على واحد جزء كبير من الديون ديال اتحاد طنجه، استطاعت انها تؤدي مستحقات اللاعبين المنح ديال الفوز، وبالتالي كنشوفوا بان هذه اللجنه ربما كتسحق جميع مكونات المدينه، ربما تشيد بها ربما تمسك بها من اجل المستقبل ربما زاهر لفريق اتحاد طنجه. كنعتقد ان ديون اتحاد طنجه اللي قررها الجمع العام الاخير مليارين ديال سنتيم ماشي هذيك الديون كبيره مقارنه بمجموعه ديال الفرق على المستوى الوطني، يعني ان قادره اللجنه انها خصوصا كتضم عدد كبير من رجال الاعمال، عدد كبير ديال مسيري شركات، انها تفك هذه الازمه في اقرب وقت، وبالتالي كنظن ان اتحاد طنجه قريبا يقدر يخرج من الازمه ديالو الماديه على امل انه يخرج من الازمه التقنيه ديالو، حقق نتائج ايجابيه وفوق ان شاء الله اتحاد طنجه يكون في المراتب الخمسه الاولى مع نهايه السنه.